مساء الخير. البوصلة آخر حلقة في الأسبوع. احنا امبارح دخلنا في حاجة مهمة كنا بنقراها وكنت بقول لكم أهميتها فيما وراء، مش بس موضوع مسترد، فيما وراء القرار الشخصي اللي خدته الفنانة المحترمة حالة شيحة. البوست اللي أنا اخترته من وسط كل اللي اتكتب واتعمل لزوجة محمود المصري المفترض أنه داعية سلفي، وهي اللي ما تسمى أميرة عزة داعية سلفية، كانت تقعد في المساجد عادي جدا. البوست ده أقسم لكم زي ما بدأت أشرح امبارح أول سطرين منه يخص الدولة المصرية في عمقها بلا أدنى مبالغة، لأنه هيبين لك كل اللي احنا بنقوله بقى لنا سنين. إيه الفرق بين الإخواني والسلفي؟ مفيش أي حاجة. السلفي أشد بأسا وتنكيلا من الإخواني، إلا فرع منهم اللي هي جابت سيرته امبارح اللي أنا شرحته في آخر الحلقة، اللي هم المداخلة، اللي هم في نظرهم منافقين اللي بيهدنوا الحاكم وبتاعه وكده. الأصل في السلفي كل اللي انت شايفه في داعش وفي الإخوان، وإن هم كلهم شيء واحد من كتب واحدة من أدلة واحدة. ده مهم جدا بوست أمير عزت ده. شوف يا سيدي، تعال نكمله لأنه ما يخصش أبدا حجاب، ده يخص دولة. نرجع بقى للموضوع. بص بقى، هي بتعدد الأسباب اللي هي كانت متأكدة بسببها إن حالها هتقلع الحجاب. طب تمام، بصوا بقى، عيد بس حتة صغيرة من امبارح. أولا لم تتعلم علما صحيحا، بل كانت في حالة تذبذب بين كل الطوائف وكل الوسط. الوسط يعني مرجئة وصوفية ومداخلة، وأنا شرحت التلاتة امبارح، بالذات المداخلة فرع من السلفيين، لا ما يجيش 1%، وهم كمان منافقين على فكرة، يعني بيعملوها إرضاء لكده، إنما قال يعني ده الفرع اللي ما بيكفرش الحاكم، الباقي كله إيه يا فندم؟ كفر الحاكم. ما تقوليش بقى ده سلفي مش إخواني، ده الداعش ده ملوش دعوة. لا حبيبي، كلهم بيكفروا الحاكم، كلهم بيعلنوا إنه طاغوت يجوز قتاله ويجب قتله إن استطعت، بس بيلعبوا عليكم بقى لهم 40 سنة من السبعينات. المهم، اتنين، لم تتيقن أنها ليست مكلفة بالتصدر قبل التعلم. في لغات السلفيين تصدر يعني تقول علم للناس، تطلع في المشهد يعني. تلاتة، اتباعها للهوى، اتباعها للهوى في كل شيء. الهوى يعني الهوى مش الهوى، يعني الفطرة، يعني ده يثبت ده في جانب فرعي ان حالة في ال 13 سنة كانت زي الفل، ما انغمستش وما وقعتش في هذا البئر الاسود اللي اسمه التيار ده، فضلت محتفظة بنفسها وفطرتها خلاص. فده بالنسبة لها الأخت أميرة عزت اتباعها للهوى. ها، بص بقى الهوى ايه، ركز ركز يا اللي بتقول دول غير دول غير دول، ده انت كده بتخلط خلط غير أكاديمي. بص بقى ايه اتباعها للهوى. إذا قلنا لها، هم بقى الأساتذة السلفيين بين قوسين، لا يجوز مثلا أن الطواغيت كفار، خلي بالك، ولا بد من الكفر بهم، يعني هم بيقولوا لها الطواغيت الحكام كفار كفار، ولا بد من الكفر بهم، يعني كفار إذا قدرنا نقتلهم نقتلهم، وانتوا عارفين أنا قصدي مين زي ما قلت امبارح. هي دي كل مشكلتهم هذا الشخص. بس تتلون في الحديث، تفضل البنت يا عيني مش قادرة تقول الكلام ده، أنا مالي أنا بعبد ربنا وبتاع، كفاري وطواغيتي وقتل إيه، انتوا مين أصلا؟ تتلون في الحديث لأنها لا تسير مع دليل، مش بدليل، ماشي على هواها، أو تقف عند الأدلة. شفتوا المدام أميرة عزت بتلوم على حلقة إيه؟ وده اللي أدى بها وتأدى بها إنها تلع حجاب، إنها ما بتكفرش الطواغيت، وإن الحكام في نظرها مش كفار، الحمد لله. أربعة، الأخذ من أهل الباطل. خلي بالكوا أهل الباطل دول، الأخذ منهم بقى برنامج تنويري، كلمتين من واحد صوفي، أي حد براهم هو من أهل الباطل، ما تاخدش منه كلمة. فهي البنت تلاقيها كانت بتسمع حاجة تقول له طيب، يعني تقعد تتناقش تقول لهم يا جماعة ما قالوا كذا والآية بتقول كذا، فيش كلام ده، ده بقى الهوى والشيطان، والبنت دي مش تمام. لما تدخل معاهم أنت عشان تبقى تمام، تخلع إنسانيتك فطرتك عقلك على الباب بره، شبه تحطوه كده وتدخل تقول لهم
انا مش فاهم حاجه. خلاص ولا بد الاخذ من اهل الباطل وعدم تمييز باطلهم بالرغم من اعطائها كل الادله او كل الادله. هنديها الادله طبعا. الادله بقى الادله اللي انتوا عارفينها المضحكه جدا اللي هم لحد دلوقتي لسه بيروجوها يعني فاهم. والسلفي عنده حاجه غريبه قوي هو واتباعه وحياه ربنا. وانا هديكوا امثله مع بس مش دلوقتي يعني. تقول له ايه يعني؟ هو يقول له الايه دي بتقول كذا فيقول له لا المعنى مش كذا. التاني عارف ان هو بيكذب وده بيكذب بس هو بيقول له اللي جواك ده شطان مش عقلك فيقول له خلاص يا شيخ هو مش كذا فعلا. والتاني يقول له شفت انها مش كذا شفت الدليل عامل ازاي يعني فاهم. الساعه كام يقول له الدور الرابع فيقول له لا صح الحمد لله الساعه مظبوطه. اي كلام يعني. لو حضرت حوار بين ثلاثه سلفيين عن ادله يا عمي موضوع ابن تيميه اللي تعبهم لحد دلوقتي بتاع فتوى قتل المصلي اللي عايز يقول النيه لحد دلوقتي بيتكلموا انه كذب اللي بيقوله اسلام وانه هو ما قتلش المصلي ده هو عشان هو عايز يبتدع في دين الله. يا ابني شرحت لك والكلام موجود مفيش. والجماعه اللي تبعهم يقولوا صح يا شيخنا صح ده بيكذب على شيخ الاسلام. اي كلام. فهي حلقه بتعرض لده 13 سنه عشان تعرفوا يعني ايه درس من شيوخ سلفيين مسموح بيه لحد دلوقتي كلهم. هذه المرأة أميرة عزت خلاص. فايه ده بقى اللي بيعلموه ايه؟ اعكس بقى الكلام. انت المفروض تتبعش الهوى وتكفر الطواغيت ومش عارف ايه وما تسمعش المرجئة والصوفية والمداخلة افهم يعني ايه سلفي يعني داعشي. اقتل يا باشا خلاص. بصوا بقى اللي جاي دي زغلولة كبيرة. رفض التحاكم لشريعة الله. يعني خلي بالك ومن لم يحكم بما أنزل الله عندهم يعني فأولئك هم الكافرون. مفيش كلام رغم أن الآية دي نزلت مش في الحكاية دي خالص. فحالة كده إيه؟ افهم أنت. رفض التحاكم لشريعة الله ولي الأدلة. لي الأدلة يعني إيه؟ لو تقول لهم مش اللي هي الفطرة على فكرة. وعندما وكنت عندما أتحدث إليها بكل حب ما شاء الله أنا وغيري من النساء المقربات لي ولها كانت تغضب لنفسها ولا تنكر منكر. خلي بالكم ولا تقف عند الحق ولا تقبل النصح في الله. احنا لينا بقى اللي يخص الدولة من هو السلفي عشان تبان على حياته اللي كان بيطلع لكم في التلفزيون ومراته دي في كل مسجد عادي ولحد دلوقتي. بس مش هم غيرهم. كل من حولها من المنافقات على شهرتها وصدروها عن جهل فضلت وأضلت. وأنا لا أعلم لماذا كل فنانة تتحجب تعمل داعية. طبعا هي كاتبة بلغة ركيكة جدا ست الشيخة. وإلى أي دعوة هي؟ هل هي دعوة إلى الله أم دعوة إلى النفس حتى لا ينساها الجماهير؟ ماشي. فقالت لك عندما سافرت اسمعوا اللي جاي دي بقى برضو. عندما سافرت خلعت النقاب شهورا. طبعا هي كاتبها شهور أنا بصلح لها النحو. ثم بفضل الله ثم إحدى الأخوات رجعت وارتدت للنقاب وحمدت الله أنها رجعت. والأخطر والذي لا يراه أحد أننا نرى النقاب فنعتقد أنه كل شيء. يعني هي بتقول الناس بتشوف النقاب تعتقد أن خلاص دي سلفية 100%. لا تقول إيه بقى؟ وننسى أشياء ومهام أكبر من النقاب مثل ركز والنبي عقيدة الولاء والبراء. يعني أنا شرحت بقى الموسم اللي فات 40 حلقة في ابن تيمية وحفيده الأبعد سيد قطب. يعني سيد قطب هو اللي عمل المصطلح ده. يعني ابن تيمية طبعا قاله الحاكمية لكن اللي خلاه ولاء وبراء أو العكس يعني اللي ابن تيمية الولاء وبراء وهو التاني سماه الحاكمية اللي هو بقى الولاء والبراء. يا فندم تعال نقرأ خلاص. مثل عقيدة الولاء والبراء هننساها التي لم تكن موجودة عندها من الأساس. يعني حالة عمرها ما قالت لهم أنا عندي ولاء وبراء والكلام ده. البنت زي الفل. وعندما كانت تنصح كانت ترفض النصح وتترفع عن قبول الحق بكل كبر. وهذا ما حدث والله يشهد. ده جميل قوي. بصوا بقى عشان إيه نكملها كده زي المداخلة اللي شرحناها دي. يعني ولاء وبراء شرحناها 500,000 مرة. يعني موالاة كل ده حسب الآية اللي في تفسيرهم اللي هي طبعا تفسيرهم هم. كل ما يكون لله وخلي بالك الاستبراء
الاستبراء يعني إيه؟ أنا بريء منه لليوم القيامة، كل ما كان ضد الله ورسوله والدين. اللي هو إيه يا فندم؟ كفر الطواغيت والحكام والدساتير والقوانين واللي أنت عايزه كله. إيه ده؟ ده كلام داعش. ما هو يا حبيبي السلفي داعش ده كلام الإخوان لما كانوا مسكوا الحكم قالوا أصل الشريعة والقانون والدوز. يا حبيبي كلهم واحد، أبناء لبعض. أشدهم بأسا السلفي مش الداعشي، لأن هو اللي بيأهله فندم، هو اللي بيخلقه ويقول له يلا انطلق يا فتى. بعدين يطلع لك هو في التلفزيون يقول لك أنا ده أنا جميل، ده أنا بحب الحاكم، ده أنا حبيب الدولة، ده الدولة في القرآن موجود، فكرة الدولة عند جان جاك روسو اللي ما عرفوش عنه حاجة. أي كلام، لأنه بيضحكوا على الناس دول السلفيين. أطلع فاصل ده وارجع. رجعنا لكم. شوف يا سيدي، احنا كده واصلين قوي مين هو السلفي اللي هو اصلا ابو الداعشي والاخواني، وان كلهم واحد وكل بيتقال كذب. بس نكمل، لان في بقى في حاجات رهيبه جايه، رائعه يعني. الكريزه بتاعت التورته جايه. بص بقى، هي الولاء والبراء كانت فيها ما فيش، والطواغيت ما فيش، وحاله والله كانت زي الفل. تقول لك رقم 7، المدح والتقديس بسبب الانخداع في المظهر لمجرد صوره بالنقاب زعمت بها مثلما قالت انها تثبت الاخوات. يعني بتطلع بالصور دي عشان تثبت الاخوات. اي كلام. اي اخوات انت فقط يا مسكينه كنت مشتاقه لتصفيق الجمهور. يعني هي بتطلع بالصور حتى بالنقاب، نوع من عايزه تطلع يعني. والحديث يطول فيما حدث، ولا أريد أن أتكلم أكثر من هذا، ولكن يهمني إلقاء الضوء على أسباب الانتكاس والسقوط. انتكاس يعني رجوع لورا. لم تكن تكفر بالطاغوت. أنتوا عارفين مين اللي هي قالته في أول الكلام؟ لم تكن تكفر بالطاغوت، يعني يقول الحاكم ده كافر طاغوت، وربنا قال وأن أولياء الشيطان هم اللي يتبعوا الطاغوت. اكفري بيه، يعني الطاغوت كافر. كانت البنت بتقول لهم لا، او تلف وتدور زي ما هي قالت في اول الكلام. 2، ولم تكن ترضى بكفر الكفار الاصليين، ركز، من اليهود والنصارى والمجوس والطواغيت. المجوس يبقى عشان ده خيالات بياخدوها كده لزق كوبي من كتب ابن تيميه. الطواغيت احنا عارفين مين، ها هم قصدهم شخص واحد. ركز كده بقى معايا في الكفار الاصليين من اليهود والنصارى. اربط بقى أمير عزت بالأخت بتاعت امبارح اللي كان عليها في مسترد، اللي هي ساكنة في الزمالك وغنية ومتعلمة، بس هي اللي بتمول العمليات اللي بتقتل المسيحيين في كنيسة مسترد، عشان هم ايه يا معلم؟ كفار أصليين. عرفتوا الدايرة ايه عاملة ازاي؟ الكتب القديمة بالتراث بالحديث بالسلفيين اللي انت سايبهم، فبتطلع يقول لك لا ده اخواني، هو ابن السلفي هو اللي علمه ان دول الكفار الاصليين، فيقول له قوم يا معلم اقتلهم لو قدرت، ده الكنائس دي كفر صلبان، فيروح يقتل فينتحر، فيطلع ان رضوة هي اللي عاملاه، ورضوة تلاقيها تلميذة عند اميرة، واميرة كانت بتنقم على حالة طحونة يا باشا. البوست ده داخله جمهورية مصر العربية بقى لها 50 سنة، بقى لنا 50 سنة في الفيلم ده، ان حد يقول اخيرا هنصدقكم، عرفنا الحقيقة. كل دول ملة واحدة. السلفي هو اللي بيطلع لك الداعشي في درسه اللي في المسجد وفي قناته اللي انت ممكن تسيبه ويطلع عليها كلمة واحدة، حتى لو بيقول السلام عليكم، ليها معنى. وده كلامه لما يهرب بره مصر، يقول الحقيقة بقى، يقول ما كانتش بتكفر بالطواغيت اللي هم الحاكم الحكام الظلمة، وما كانتش بتكفر الكفار الأصليين اللي هم مين يا فندم؟ هي اللي كاتبة، مثل اليهود والنصارى. ما ده لما كفر الكفار الأصليين، وبعدين أقول لك دول بيعملوا حفلات وأعياد ودي دولة إسلامية. طب قوم يا ابني أنا همولك، دي رضوة بقى اللي هي تلميذة أميرة، ودوخيني يا طحونة. فتروح رضوى ممولة ده، لأن هي وهي قاعدة في الزمالك وخريجة الأداب اقتنعت بكلام أميرة، لأن أميرة بتروح للمستويات دي. أنت عارف بقى اللفة ماشية إزاي، وهو ده اللي حالة ما قدروش يعملوه فيها 13 سنة.
فهي هنا بتقول هي رجعت لده لأنها فلتت من ده كله. كفار الأصليين ركز، ها، اتنين لم تنكر، ركز في اللي جاي برضو صغيرة بس حلوة، بتقولك لم تنكر على من جحد الإقرار بفرضية الصلاة، ومن ترك الصلاة هاونا كافر، فما بالكم بمن تركها جحودا. سيبكم من جحودا، عشان كده هي مزودة السلفيين من طبيعهم بالمناسبة ان هو كذاب، بلغتنا المصرية كذاب، اتخلق كذاب، ده السلفي كذاب، لازم يكذب كل ربع ساعة، ده طبعه، غير بقى انه منافق ومدلس وحاجات لطيفة قوي السلفي ده، تركيبة عظيمة ماشي. فهي ما جحدتش واحد كسلان يعني، فالظاهر في 13 سنة كان في مثلا ناس ما بتصليش، بتقول لهم عادي يعني ان شاء الله يصلي، دي بقى بالمناسبة المرجئة اللي قلنا عليها في الأول، إنه يعني أمر ربنا يعني إن شاء الله يصلي. فقالت لك دي ما كانتش بتنكر على ده إنه كافر، كافر اللي هو أشد ما يفعله الداعشي أيام ما كان له بلدان صغيرة كده ولا مدن في سوريا والعراق، يعني كنا بنشوف فيديوهات يقول له ما بتصليش في دماغه الرصاص. فاهمين؟ فاهمين اللفة إزاي؟ بتقول لك إيه بقى لم يعرف تاني بتعيدها، الولاء والبراء لقلبها طريق. قالت لك بقى لم تتقبل النصح في دين الله والدين النصيحة، وأقسم بالله أني كنت أعلم أن هذا سيقع لأنه أمر بديهي. هي طبعا ما عندهاش فكرة عن اللغة العربية، هو اسمه بديهي والنحو غلط وكله، بس هي شيخة يعني أنت لازم تصدق أن هي شيخة خلاص حقيقة يعني. أقسم بالله أنا بشكر على الهواء أمير عزت، هي في حتة في ما في داخل الأرض أو في كندا، أنا بشكرك يا أميرة والله العظيم، لولا كلامك إحنا مش عارفين نعمل إيه والله. ده انت يا فندم لخصت لنا بقالنا سنين، نقول له يا جماعه السلفي هو اللي بيعمل التنين وبعدين يرجع يقول لك انا ما عملتش حاجه، دول راحوا انا ما عملتش، دول بيعتدوا على الوطن وعلى البتاع. والله العظيم دول السلفيين، تكفير اليهود، تكفير النصارى، هدم الكنائس، حرق الناس، قتلهم، تكفير الطاغوت، الحاكم كافر، القانون طاغوت، الدستور طاغوت، كل حياتنا كفر، كله كفر، ولو بإيدك عملت احنا ما عندناش معنى خالص. والسلفيين رجعوا ال وانا هثبت لكم ده يوم الحد بفيديوهات لطيفة للغاية، هتفكركم بحاجة لطيفة قوي عن الاثنين اللي عملوا فيديوهات التباكي على حجاب حلا، بس خلي ده ليوم الحد. السلفيين في المساجد، السلفيين في الدروس، سئنا أم أبينا، القانون الراجل وزير الأوقات بيعمل عليه، لكن هم بيعملوها كده بلدي يعني، مؤاخذة ايه من غير ولا بتاع، اقفل المسجد يا باشا واقعد، ولو مش في مسجد في بيت. فتبتدي بقى من اول الشعر والخصلة اللي هتوديها النار وصولا اللي انتوا شايفينه ده، مش موضوع حجاب خالص، ده ولاء وبراء وطاغوت وعفاريت وجن والمسيحيين كفار، واهدم واحرق اوكي. فانت سايبه بعدين لما يجي ينتج لك ده بالكتب، هو مش جايب من عنده، فتروح انت ماسك في ده بقى تقول له تعال انا هحبسك وهسجنك وهعدمك. اقسم بالله العيب هنا، السلفي اخطر، وفكره وكتبه وكل حاجه اخطر على الدوله المصريه او الدول العربيه، او اخطر على الفكر الانساني من هتلر، من النازيين، من الفاشيست، من موسوليني، من اسوأ عصور الإنسانية ضمحلالا وقتلا ودماءا، السلفي أسوأ منهم والله العظيم. أديك شايف أميرة، أخت أميرة كانت بتنقم على حلقة إيه؟ مفيش ولاء وبراء، مفيش تكفير طاغوت، مفيش كفر، مفيش كفر المسيحيين، مفيش الدين اللي هم عايزين يصدروه واللي هم الحقيقة بيمارسوه بقالهم قرون طويل. بس البوست ده ما يخصش حلقة طبعا، يخص مصر كلها والدولة في عمقها، إن بس ما يتسابش الفرصة تاني للسلفيين تاني، يعني إحنا كده بنعيد الكرة بشكل مخيف وهيرجعوا أقوى من الأول. في جزء تاني بقى من تداعيات برضو موضوع حالة يخص الدولة المصرية في عمقها برضو، حالة الحد الجاي. الحاجات اللي دايرة في المجتمع دي مهمة جدا لبرنامجنا، لأن هو ده اللي إحنا نعمله، ده أثره سلبا أو إيجابا. أمير عزت أنا بشكرك، الوقت خلص، أشوفكم لحد جاي.